البولس فصلا من رسالة معلمنا بولس الرسول الثانية إلى تلميذه تيموثاوس: وأما أنت فقد اتبعت تعليمي ومثالي ورسمي الأول وإيماني وأناتي ومحبتي وصبري. الاضطهادات والآلام التي أصابتني في أنطاكيا وإيقونية والإسترة، جميع الاضطهادات قد احتملتها، ومن جميعها أنقذني الرب. وجميع الذين يريدون أن يعيشوا بالتقوى في المسيح يسوع يضطهدون، ولكن الناس الأشرار الخداعين سيتقدمون في الشر بالأكثر، ضالين ومضلين. وأما أنت فاثبت على ما تعلمته وأيقنته، عارفا ممن تعلمت، وأنك منذ طفوليتي تعرف الكتب المقدسة القادرة أن تحكمك للخلاص بالإيمان الذي في المسيح يسوع. لأن جميع الكتب الموحى بها من الله نافعة للتعليم والتوبيخ، للتقويم والتأديب الذي في البر، لكي يكون رجل الله مستعداً ثابتاً في كل عمل صالح. أنا أشهد أمام الله والرب يسوع المسيح الذي يدين الأحياء والأموات عند ظهوره وملكوته، أكرز بالكلمة، أعقف على ذلك في وقت مناسب وغير مناسب، وبخ، عظ، انتهر بكل أنات وتعليم، لأنه سيكون وقت لا يقبلون فيه التعليم الصحيح، بل حسب شهواتهم الخاصة يجمعون لهم معلمين ويسدون آذانهم، فيصرفون مسمعهم عن الحق ويميلون إلى الخرافات. وأما أنت فاستيقظ في كل شيء واقبل الآلام واعمل عمل المبشر، تمم خدمتك. فإني أنا أيضا سوف أنتقل، وقت حلالي قد حضر، قد جاهدت الجهاد الحسن وأكملت السعي وحفظت الإيمان، أخيرا قد وضع لي إكليل البر الذي هبه لي في ذلك اليوم الرب الحاكم العادل، وليس لي وحدي فقط بل ولجميع الذين يحبون ظهوره أيضا. أسرع أن تأتي إلي عاجلا، لأن ديماس قد تركني إذ أحب العالم الحاضر وذهب إلى تسالونيكي، وكريسكيس إلى غلاطية، وتيتوس إلى دلماطية، ولوقا وحده معي. خذ مرقس وأحضره معك لأنه نافع لي للخدمة. أما تيخيكوس فقد أرسلته إلى أفسس، والعباءة التي تركتها في ترواسة عند كاربوس أحضرها متى جئت مع الكتب أيضا، ولا سيما الرقوق. إسكندر الحداد فعل بي شرورا كثيرة ليجازه الرب حسب أعماله، فهذا احتفظ منه أنت أيضا، لأنه قاوم أقوالي جدا. في احتجاج الأول لم يأتي إلي أحد، بل الجميع تركوني لا يحسب عليهم، ولكن الرب وقف معي وقواني لكي تتم بي الكرازة ويسمع جميع الأمم، فأنقذت من فم الأسد. وسينجيني الرب من كل عمل رديء ويخلصني لملكوته السماوي. هذا الذي له المجد إلى دهر الدهور، آمين. سلم على بريسكيلا وأكيلا وبيتي أونيسيفوروس. أرسطس بقي في كورنثوس، وأما تروفيموس فتركته في ميليتوس مريضا. بادر أن تجيء قبل الشتاء، يقرئك السلام أفبولس وبوديس ولينوس وأقلودية وجميع الإخوة.
الرب يسوع المسيح مع روحك. النعمة معكم. آمين. نعمة الله الآن فلتحل على جميعنا.